يبقو واو شو كيف اجواء هلا ايش اخباركم اليوم نسوي 24 ساعه في الكرفان واو شوف الكرفان كيف كبير ما شاء الله شوف متحمسه للتحدي وايد واو في مطبخ في الكرفان واو في مطبخ داخل الكرفان وايد حلو المطبخ اوكي نشوف هذا الباب يلا اوه الحمام واو شوف المغسله واو دش واو دي تاخذين شاور في السياره صح شوف المرحله انت واو شوف الطعام واو اوكي نفطر ونتغدى شوف المكيف بالضبط جنب الطاوله نتجمد طالعوا الكنبة واو وصح شوفوا في اطلالة على البحر واو يلا نشوف غرفتنا يلا نفتح التاير واو غرفة البحر قدامنا بالضبط غرفتنا وايد حلوة واو حلو. شوف هني في تسريحة وفي كبت تحطي ملابسك شوف المكيف وين هناك في غرفة خلينا نشوفها يلا اركب سرير طبخة يلا شوفها أوه. واو واو جنة صح؟ في أربع أسرة السرير الأول السرير الثاني السرير الثالث السرير الرابع واو ما شاء الله كيف في وايد غرفة صغيرة بس فيها وايد أسرار الثلاجة فاضية شوفوا اوكي الحين راح نسوي ماركت نشتري أكل يلا روح شباب يلا بشتري سناكات شوفوا فشار بشتري ماركتميلو يلا داخل الثلاجة؟ يلا لحم همبرجر اوكي حليب وجبنة لبنة جبن جبنة جبن خبز الخبز هني الجبن داخل جبت السناكات اهم شيء عن شبه صح؟ صح لا شابة وجيت جهزت المطبخ واو شوفوا حطيت سناكات حطيت لي كورن فليكس حطيت بيض والثلاجة نشوفها شوف الثلاجة واو ملتنا الثلاجة ما شاء الله عليه شوفها الحين رايحين نشوف البحر يلا روح نشوف البحر يلا اوه شوف البحر شوف البحر واو في مرجيحة داخل الكرفان مالنا واو يلا اوه مرجيحة شوفها الحين الفطور شوف طربال والكرنفليكس يلا اختاري شوفها كرنفليكس اوكي يس. الحين بفطر بفطر في الكرفان اول مره صح شباب صح اوكي افطر البحر قدامي واو شو البحر انت اي بادي بشوف في كم بفطر اوكي شباب شباب ما تقدر تفطر الا لما تشوف اي بعد صح؟ صح خلصت فطور كان حلو؟ حلو وايد قررت اجمع صدى يلا شباب جينا البحر شوفوا واو هي اكثر شيء في صدى واو شوف الصدى واو شوف شكلها واو ها صدى فوردي واو شوفوا هذا شباب واو وايد حلو يبقوا شوفوا لك يبقوا شوف واو الحمد لله لقيته برجع الكرفان شو جمعت وايد صدر شفا ما شاء الله عليها
جعت الحين باكل سناك. اوكي وش تاخذين؟ هذا شيبس وبعد وعصير. الحين باكل سناك يمي. يلا مشتهي الشيبس. بشرب منعش. بارد؟ يبقى اكل سناك وشوف الاطلال وناسه. الحين باخذ لي قيلوله شويه. مريح؟ حلو. باخذ لي قيلوله نص ساعه. اوكي احلى شيء نطلاله على البحر. شوفوا قومي يلا. خلاص هو كبر التحدي. حلو كانت النوم هني؟ ايوه حلو. الحين وقت الغداء راح اطبخ همبرجر. واو شو جابت اللحم والزبده والبهارات والخبز. يلا بتسوي لنا احلى همبرجر؟ هي. اليوم غدانا على شفا. الحين راح اسوي الغداء في الكرفان، راح اطبخ همبرجر. واو شو الفرن هني؟ يلا حط المقلاه. ده اهم شيء في الكرفان انه في له مطبخ نقدر نطبخ. يلا نحط البيت. جهزت البرجر. الحين بنسكرهم. يلا البحر قدام. الحين بتغدى. يلا اهم شيء اكل همبرجر واشوف البحر. واو شوف البحر يامي. شوفوا الهمبرجر كيف مشهي. بسم الله ذوقه. لذيذ صح؟ لان سلطه امي سوتها. واو لذيذ يامي. اهم شيء السلطه صح؟ الحمد لله خلصنا غدا كان وايد لذيذ. نطلع برا شوي نغير جو. يلا شوفوا حتى هنا في قاعدة وفي قاعدة ثانية هناك. روحوا شوفوا يا شباب. شفا نامت. قومي قومي شفا. الحين فيفا فقررنا نلعب كرة. يلا طيحين كل هالبطايق. اوكي شفوي؟ اوكي نفس الحين برسم. يلا شفاف ترسم. نعبد الالوان مالتها. خلص. واو شوفوا رسمة شفا. واو هاي الامواج، هذا الفان، كرفان، الشمس. واو جنة رسمك ما شاء الله. الحين بتلونينه؟ انا هوايتي الرسم. ترى شو شو تسوين؟ يا سلام. ترى خدتها فراشها وعبادها. في ثلاث الوان غمس سحري، احمر واصفر وبنفسجي. اوكي سوينا اشكال. سوي برج. واو صار ظلام. واو شوفوا. واو هدوء. واو واو شوفوا كيف في البحر كيف ظلام. حلو نلعب في البان. الحين راح نشوي العشاء. واو شو كيف الاجواء. واو شوف كيف الاجواء على الفحم والبان ورانا بيطلع لذيذ. انطبخ العشاء. اليوم بننام في الكرفان؟ هاي كيف بننام. الحين بنشوي مارشميلو. واو شوفوا مارشميلو. اجواء الشتاء صح؟ شوفوا العشاء ما شاء الله. بنتعشى وبعدين بننام. اوكي شباب؟ اوكي. شو سوينا اليوم؟ كباب. كباب يومي لذيذ. شوية سلطة؟ لازم سلطة صح؟ صح. الحين بتعشى. كباب يمي. لذيذ والله. صوت؟ حلو؟ العافية قلبي. لذيذ والله. سلطة شو صار ظلام خلاص. شفا حبيت البان ولا لا؟ حبيته وايد صراحه. يعني كأنه في بيتنا كل شيء موجود، تلفزيون، مطبخ.
بتعشوا برجع لكم. الله بالعافية. بالعافية. ترى الحين بدأ. شوفوا لبسة البيجامة. واو وايد حلوة. شوفوا الغرفة خلاص ما بتنامين. هيه. صباح الخير شفا. انت بخير. يلا نامي أهم شيء استري مريح. هيه. حلو. وايد حلو. يلا نامي شفا بسكر ليت.